شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل عليك. هاي صباح الخير. صباح الخير زينب، شنو هذا؟ فطور صباح. فطور صباح في فرشة؟ اما رد بيك على فتفاتك هوا. قولي زينب يا اخي، شنو هي المناسبة؟ ما تقوليش عيد ميلاد عرسنا اليوم. لا عيد ميلاد عرسنا لا حتى مناسبة، انا حبيت نودك. ايوا انت حبيت تودني يا باي. تري تري بيان. قولي لزينب، قداش عندنا معرسين توا؟ محسوب فوق العشرين سنة. علاش؟ لا شيء، على خاطر في العشرين سنة هذوما راني شربتك شربان احفظتك جدو للضرب متاع اثنين، ولذا قبل ما نحط يدي على نعمة ربي توا تقولي اش تحب. بون صحيح كنت باش نشاورك على حاجة، أما ما عندها حتى علاقة بفطور الصباح، هذاك من قلبي 100%. باهي، مادام نيتك صافية، قول لي إيش تحب قبل ما نبدأ نفطر. شكون يعرف نشرقشي ولا نشرب في القهوة؟ شو؟ نحبك تمشي تفركس معايا على بنية تعاوني في قضية الدار. والله عييت، ما تكمل أمك القراية إلا ميدايا يحراشوا من الجافيل وسقية تعمل ليك خوت من التسييق. في صحيت يا كوزيت، اللي يسمع يقول المعذبون في الارض. باهي يلا باهي، حتى نشوف نتفضاش شويه عم زمان نمشي انا وياك تشوفوها الحكايه. اي ومنين مش جيبها الطفله هذه؟ ها شنو من غادي؟ اسمع نقول لك من توا زاد ما نحبهاش كوشون تراو. ها ايوا يزيني من افواه وارانب اللي قاعد نعشعش فيهم انا كل يوم. تبربي ايش تحبني نعمل؟ اللي جاوني كل طالبين برشا فلوس، وزيد انتي ما تحبش تعاوني. اسمع هون نبع عليك، مادام الكريدي ما خلصش ارخي فيدك شويه على اللوكس، وكانك على الفطور يلا ما حاجتيش شد. عطوا نفطر في بيت الفطور كيما نسكن، شد علي. مرابح صيير عاسف وشكر عايش راحتك وتوكل على الله وربي عينك. اما رد بالك من كونترول يعيش يا مرابح. غير مزيان ومرحبا بيك في المهنه. كيما تفهمنا مربوح
شطار. مشيت معاك عم رابح. الحمد لله طول عمري نحلم باش نعمل الفوت كوميرس بتاعي. هيا ربي عينك. هاي. نحب نقرا لكم. اي يوم يامي. اي يوم يقرا اقرا اقرا. خلينا نسمع فيك. باب الدار. هكا صحيحة؟ اي يامي شو صحيحة؟ كمل كمل. يا امي يامي تعلمت تقرا. والله هيك تعلمت فيسع تقرا امي. وانا نقول هالذكاء منين جاني؟ اما خسارة. خذيت باي وباي اسبوعي مع بعضهم. هذيك خاطر ما نضيعش وقتي انا نتفرج في التلفزة. وفي الليل قبل ما نرقد نراجع دروسي. شنو امي يامي؟ راك باش تغلي علينا الخبز. تمشيش توصل الباك وتعديه قبلي. وجهك عجب. نكمل. اي اي امي كمل. باب داري ما. لا لا امي سامحني ماش ما هذيك. وشفت الفاء كيفاش؟ شفت شفت السكون على الفاء موجود. ماش ما. لا 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 امي هذيك مف. مفتاح. لا مفتوح. باب داري مفتوح. يعطيك الصحة. ماما اش بيك ساكتة فاش تخمم؟ اسأل بوك تو يقول لك. هو قال لك اللي هو حافظني كجدول الضرب سنين. عاد هذا جدول من أصل ما فما شكون ما يعرفوش. انت حتى أمي يامي قريب تتعلمه. ما تقوليش تعركتوا مرة أخرى على الطفلة. الكل منك أمي يامي. أنت دللتها وبعد نحن وحلنا فيها. بون أي سامحوني أنا باش نمشي نخدم على روحي. أي حتى أنا زادة ماشية. وأنا زادة. ندبر عليك. امشي شوف مع الطفل فوشيكا يلقالكش مرا تحب تخدم. باللي ولا كوسيرج في البلاص دويل بالحومه الكل يعرفه. والله فكره تحاسيلي وحدك يا امي فضيله. ماشيه مش تخليني وحدي؟ مي ما شمر عليك الذرعان وخمل دويرتك وركب فطورك توا القلق الكل يطير. لا لا ولا اجا هوني هكا توا كل مره ناخذ نتعاركوا على الحكايه هذه. خاطرني كل مره نبع عليك ما نحبش ناخذ قضيه النساء نحشم. يا ولدي يا اخي باش تمشي تزرق ولا باش تخطف؟ انا هذيك ما تنجمش باش تخطف روحك وحدك. كان جي عندي وقت راني مشيت وحدي مش لازم. هات نبعث فوشيكا. شنو قلت؟ فوشيكا؟ شبيك لاباس ولا بعقلك؟ افهم يلا راك قاعده تفضلك برجوليتي وكرامتي. بربي يزيني يا اخي كرامتك ورجوليتك شادي لي في صباح حميره. باهي يلا عطا نمشي نخولك العمير فقرية من مرش بركة كيفاش تحبوا. وي دلندا؟ سامحني دكتور والله حشمة منك. عليه مو لاباس؟ نجمش ناخذ تسبقة على شهريتي متضايقة شوية. مي بيان سور بيان سور. تحب شي 500 دينار تسبق على الترازيام موا والبريم تاع اخر العام؟ اش خاص دكتور هكا كنحل جوين حي بالكدا. اوكي اوكي تاخذ شيك ما يسالش؟ بيان سور دكتور. اي 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 الشيكي نسيتو في الدار. اتو نكمل لي فيدي ونمشي نجيبو. ها خذ راحتك دكتور وميرسي. دكتور زيد اللي عنده عارف كيفي ولا لوح؟ سليمان الابيض كل تواضع تي جينيال. هاي عروس هذايا باقيك ميقا ساعة صرنا هذاك ادو من عند طونطون. يعيشك طونطون. صباح الخير امونا. صباح الخير. فوشيكا ما تقوليش النصبة دي كلها ليك. اي اش قولك نقدم لك فوشيكا سونتر. ان شاء الله مبروك. وعندك سكراتة زادة. عندي كل شيء وكان تحب زادة نعمل لك كرني بتاع كريدي. مشبوش. يا مشبوش ما تقوليش خليك مطور جديد. ان شاء الله مبروك. الله يبارك فيك. ما عندي شهرية متاع صنع كركار في المكتوب. ايه الامور عاد فرتت شوية.
اسمع يا سيد من فضلك نبه عليك، خرج عليا الموتور من البلاص، تو قطر لي زيت عزليز وانا جودي طاح باش نظفته. نعم؟ اش قلت؟ قلت لك خرج الموتور، ممنوع بالقانون ممنوع. الكونسيرج الرسمي بتاع البلاص يكلم فيك. وقانونك هذا اش يقول على الانتصاب الفوضوي والبيع في الطريق العام بدون رخص؟ هي ممنوع بالطبيعة. ايوه، اما عليك انت لا. بربي سامحني، وين تشوف فيه الانتساب الفوضوي؟ هاك تشوف تبارك الله نصبه نظيفه منظمه، واكثر من هكا مانيش ناس في الطريق العام انا خويا، انا في بلاص خاص. برا في بلاص نبيعوا الماكله؟ هي احسبها بيفيت. شوف نبه عليك، تخرج عليا الموتور تصيبني ولا نشكي بيك لمولات المحل. باهي سي فوشيكا باهي، هاني باش نخرجها، اما ايمين البكوش في صدره. وبربي ما تحطهاليش قدام باب البلاص، بعدها قد ما تنجم. يزيع فوشيكا يزيع ربي يزيع اسبوعي شم داخلك وتطريدتي تمشي بالساهل بصراحة كثرت الهرن وبرا فين مكتوب بيناتكم الاخرى تقعدوا صحاب اسبوعي وين ماشي يجي قد بعدها شوي لا مزروب ماشي ناخذ صباح عمير المرأة عايش الراجل ياخو في الحمير للمدام وانا نقول شبي ولا حنين وغاض والباجي شو هذا زاد كيفو انا نطفيك شكون اللي دق هكا عم الباجي صباح الخير صباح الخير ناديري مدام جنات شبيك لاباس ما ماليش لاباس قلت لك ناديري مدام جنات اشكون هاني عايط هكا على الصباح الباشي اش بيك تعيط صباح الخير صباح الخير اكل وانت فوشيكا راه باش يهز البلاص للهاويه اوه كيفاش شو كيفاش توك عملك نصبه في البلاص يبيع الله اعلم فاش انا خايف يجيو شي البوليسيه ولا يتعداو جماعه البلديه ترسيلك انت في مشكل يا مدام جنات اوه كلي بسين ابعد هاني هبطت له وانت نبه على راجك من خلوط الفاست بوعي ما تقوليش داخل في المعبوكة الله أعلم أنا راني ما نحبش نفتن أما مدام ولاسك وصباح وليل لازم ما بيناتهم حاجة أما أنت تحب الشوكولاتة برشا ها؟ تعرف كان تحب نعمل لك كارني بتاع كريدي وكارت فيديليتي أنت شاور ماما وقل لي وكان شاور ماما تا ما تخيل شي من عندك جيم لا فشيكا شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو اللي حاطوا لهنا هيا يلا لم هيا نصبه نصبه يا خالتي جنات ما فيها شيء نبيع فيها شويه بحار نتاع الشم شويه حلوه نعاون في روحي باش ما نثقلش على شريتي ايه لكن انت عامل نصبه في بلاصي يا بابا هذاك علاش قريت لك حسابك وقلت نكري من عندك البلاصه ب 10,000 في الجمعه محسوب يجي ويشتري المربوع نتاع النصبه ملكي فهكا برا ربي عينك اما رد بالك في جي وجماعة البلدية ما تقولش أنا في علمي هنا خد جنات أنا بيدي بش أقول ما في علميش إلا زينب شو أحوالك وينك وينك لباس لباس عايشك وسيستي مين شو أحواله لباس إلا دوجة لباس إلا فضيلة شو أحواله كلهم الكلهم الكلهم لباس عايشك هيا مبروك النصبة سي فوشيكا يعيشك أختي زينب يبارك فيك تفضل حاجتك بحاجة لا لا شو حاجتي بيك في قضية مستعجلة اسمعني زينب زينب شوني كالعادة هيا طومي سليمان اش تعمل هوني ما هو لاباس لا لاباس لاباس شي 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 مثلا استنى شنو في يدك تعرف زينب فما ان شانس على 100 مليون باش نقابلك انت توا هوني وفي اللحظه هذه باهي باهي قلت لك شنو في يدك شهريه الكاتبه شهريه الكاتبه يا اخي مش خلصتها الجمعه اللي فاتت وبالاماره عمرت الشيك قدامي يا زينب يا زينب طوب شماليو سين وجيم الطفلة تغسرت طلبتني في تسبقة أكاو باهي مد نشوف هيت سي مد هنا تسبقة ب500,000 وهي تخلص 320 يا زينب هذيك تسبقة تسبقة على على عام كامل الطفلة تغسرت شو ما رحموهاش مكسح قلبك باهي مال الأقربون أولى بالمعروف أنا مكسح قلبي ولا أنت اللي تبجر في الكاتبة نتاعك على مرتك
قداش عندي وانا نلحلح بيك على شهريه مراه تعاوني في الدار. باهي يلا باهي اوكي با ماينه غلبتني باركاو. جيبها البون هذيا جيبها كوشونت شونتونت ولا حتى دونسونت ما يسالش. هات هنا هات. هاي دلنت تفضل عوشك. ميرسي دكتور. دنيا قل لي او رونديفو عندي وقتاش؟ ان برينسيب ما في تليفا. تري تري بيان. شو هذاك الشيخ يا اخي سبق لك شهريتك؟ لي عطاني تسبقه على 13 موا نتاعي. شيخ يا اخي حسب لك العام ب 13 شهر. عشب ما تعرفش 13 موا؟ لا. بيه تنفسر لك. اما على شرط ما تعودش الخوك تفهمنا؟ اكيد فهمنا كلمة رجال. شنو؟ اش بيك هجم علي هكا؟ سكر سيدي باب البيرو. اسمع سيدي خويا عديت ياسر وصبرت كي في عظامي وسكت قلت برا ما يسالش ما كان اخويا الكبير اما راني تعمل فيه معايا مش بيه بالكل. شنو شنو؟ ربي سمعنا علم الخير سيدي تفضل. علاش تعطي في تلاندا ترزي بوا وانا لا؟ وصار هذه هي الحكايه. تري تري بيان هات نفسر لك. فسر لي فسر لي. اولا سي اسبوعي انك انت تخرج بالجمعه وهي بالشهر. ثانيا شوش عندك انت؟ شو انت مدبرها خير منها انت؟ شوش عندك؟ عندك 13 و14 و15 و20 وتمشي حتى ال 52 جمعه في العام. صار سيدي خويا وانا مجبي بالي. شفت يا اسبوعي شفت؟ شفت قداش مره اقول لك راك تتسرع وما تخممش قبل ما تحكم عليا. سامحني سيدي خويا. وزيد انا عدد 13 هذا نتشائم منه. بالجد المره الاخرى سمعت اختي زينب وصاحبتها فوفا يحكيوا قالوا عدد 13 مش باهي بالكل. لذا انا قررت باش نحي لك ترزيام سمان. علاش سيدي خويا؟ هذا كل تشائم. لا هذيك جمعه منقوبه باش نعلمك كيفاش تهجم عليا كيف ثور هكايا وتوا برشا تبيروك. فوشيك. اهلا بوسيم صباح. صباح. انتي وينك؟ شبيك مع الجيل الحانوت؟ انتي ما هو الباجي طر قلقني وليت قدمت الاستقاله نتاعي. لحلح زقدح زمر قلت له لا مانيش راجع. يماني خوك توا وليت الكونسيرج بتاع البلاص وعندك النصبه ندور بها في الزيرو. صح عليك. حتى انا وقتاش هكا نكورج ونعطي العرف استقالتي. حل مشروع وحدي ونرتاح. هيا خلينا نهز سلعه الباشي. سامحني وسيم يا اخي ما زلتوا تبيعوا في الديفيدي بدينار سم القرون؟ اي ونعرف حتى عارفي منين نجيب فيهم ب 800 مليم سم القرون بتاع القرون. علاش؟ تعرف كيفاه؟ برا وصل السلعه بتاع الباجي ورجع لي عاجتي فيك. باه مشيت معاك. هيا سيدي هذا هو البلاص. واحنا تفهمنا باش توصلني حد هون. يلا فضيله اللي تقول انت السمع والطاعه. سامحني في تعبت يا استاذ. اها ما نتفهمنا استاذ في القسم بركه البرا فاضل وفقط. على فكره ريت ما احلى الصدف انت فضيله وانا الفاضل. باهي سيدي فدعت ربي. كان تسمح لي نتعدى لك غدوه الصباح نوصلك للدرس معايا. ما نحبش نتعبك. اها تعبك راحه يالا. بيه على الشرط. أشرط يلا أشرط كلي أذان صاغية. ما عادش تحشمني في القسم ياسر تمدح فيا. حاضر يلا حاضر في الأمان. في دعاة ربي سيدي عايش. عسلامة خاطي فضيلة. وشيكا ها اش عامل في خدمتك الجديدة مساعدتك؟ الحمد لله هكا بديت نستانس بها. هو كي تجي تشوف ربي يعطاك على قد قلايبك. يعيشك يا خاطي فضيلة. على خاطر كل ناس ناس ما يجي كان عساس. سي الباجي ساعة وأنت تحسب يا خويا أنا سرعتي وأنا حر. وش بالي يا أخي نسي قطوس في شكارة؟ ربي تفضل. تفضل. احسبهم بس. مانيش حاسب.
اش مازال؟ سي الباجي الترونسبور مش مقيد في الفاتوره بابا. قال يا خويا وانا ما نستعرف كاني باللي محطوط في الفاتوره. باهي مالا العشيه شوف شكون يجيب لك بقيد سلعتك. بابا 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 ما زعمهم في البربوار ما تسمع كنت هيت هيت هيت. اهلا 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 يا ودي شنو احوالك؟ سافا؟ اقعد 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 تفضل اقعد. يعيش. كيف انك؟ لاباس؟ لاباس. وحدك؟ يا اخي وينهم الجماعه مش معاك؟ لا لا مش معايا. مالا لازم في السال داتونت. لا يا دكتور هذيك الحكايه وفات ومشات على روحها وفيها المكتوب وطلقت المدار. ابو؟ مالا الصغيرات شو عملتوا فيهم؟ عملت لي افوكاتو حكم لها بنفقه وزيد الاولاد قعدوا معاها. اوه لا لا مالا توا عازب؟ لا لا بعدها هي تعرفت على واحدة أخرى ومازلنا كي عرست. اي مالا زدت عرست مرة أخرى؟ وبشكون المرة هذه؟ الوحدة انس كيفي وكيفك. مي سي بيان سي بيان. اي بعد العرس طلعت جن رقد. مالا جيت توا باش تحكي لي على عرسك الثاني. بعثتني المدام باش نحكي لك على حكاية أخرى. شنو؟ الجيرانة؟ لا الجماعة. جماعة؟ الجماعة اللي فوق. أما جماعة؟ ماني قابلتهم وحكيت معاهم. زيد فسر لي زيد وضح لي شوية. ظهر لي دكتور يلزمني نحكي لك الحكاية من الأول بالكل. أي ماذا بي؟ تفضل. الشهر اللي فات. وي. مروح من البلاد على كرهبتي في الليل. هك. الحال شتاء. برد ورعد وريح وبرق. ترى بوقفت فرد ضربة ضربت على الديمرور ضربت على الديمرور ما حبتش تختف. اي هبط نقى روحي في بقعة كخلاو قفاط تسمع كان الذيوبة والكلاب تنبح. يا العظيم نحمي قشعر. اي حليت الكبود قلت خلينا نشوف البان منين جاي وضو هكا جهر لي عينيا. تي بالكش ضو متاع سومي حاطت الفار هكايا من قوة الضو سكرت عيني حليت عيني نقى حاجة مشقعبة حاجة هكا مدورة تشعل بالضوء تقول صحن كبير هكا فما باب تحل هبطوا زوز لابسينك كما يبدا سكافاندري بالألومنيوم واحد منهم هذا يبدا قاعد هكا واقف عنده في كتفه هذيك ومن هنا عنده زوز وحدات يعملوا في الحس تقول الماس يضرب بيناتهم عنده مدري كيف عنده حاجات هكا في عينيه قلت 1000% يطلع كان الكماندا لصق فيه واحد اخر هكا ضعيف متصل عنده هكا زوز من الجنب بعضهم بالضوء وزوز خيوط من هنا ضعيف ويتكلم يتكلم 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 مسكتش قلت هذا ما يطلع كان مرته. لا مرته ما عندوش هو منا ومن الاخرى عنده خاطر هما كيف وقفوا بعض بعضهم وبيناتهم هذاك اللي مربوط به ما حبش من الاول وبعد كيف تكلم ما حبش يسكت قلت هذا ما يطلع كان المترجم خاطر بدا ينسنس هكا ويسال فيا على الارض على الجو. تقول انت الجماعه هذوما في الزياره الخاطفه نتاعهم للكوكب نتاعنا هكا بالصدفه طاحوا بك انت طول. شفت دكتور الصدف؟ اي تعمل الصدف تعمل ممكن اقول المثل رب صدفة خير من 1000 ميعاد ويظهر لي أنا وياك باش نعملوا أكثر من 1000 ميعاد بارش حصص يزمنا أنا وياك باش هكاكا نتعرفوا على الجماعة. فتوم اش قولك؟ صحيتكم ميامي والله كتبتي قاعدة تتحسن ما رد بالك لازمك ديما تكتب فوق السطر تنفسخ هذيك ونعاودها زينوبة اش عملت لنا فطور؟ عملت مقرونة قريب تحصر أنكوغ مقرونة ماما يا أخي شنو قالت نهار بعد نهار مني جاتوا نهار بعد نهار قلت البارح عملت مقرونة بالبقري واليوم مقرونة بالدجاج زيتا أما نعطيني فلوس خمشي ناخذ بيتزا ليه ما فماش بيتزا تقعد تفطر مقرونة كالناس كل يا ربي زينوبة بنيتي فاش قام الغش لو مستنسة تخو عليها فطومة قل لي أمي فضيلة أنت هاك زاهية وشيخة يظهر لي الدروس ويلموك شنو ويلموني ردوا فيا الروح تقول عليا تولدت من جديد هيا به اما الحمد لله والعام قريب يوفى اي قريب اما تعليم الكبار
يكملوا يقريوا في الصيف. انا ما قلتلكش شيء وناويه نزيد سبيعات هكاك نربح عويم ولا اثنين قبل البكالوريا. بكالوريا يا ناري على روحي، مش نقعد محصوره في الكوجينه حتى حماتي تاخذ الباك. سبعون جبت لي قضيتي. شنو يا اخي حاش من دلندا؟ كي دلندا كي اختي مثالش. هيا بركهاتو عزة ترى نشوف ترى يا اخي تشري في حميرك من الماركه هذي؟ اي شبيها يا اخي هبلت ولا بعقلك؟ هذا مقالك يعملوا فيهم بالتنتوره متاع الظهر. بربي تحكي بجدك؟ والله كيما نحكي لك. اسمع شوف هيبة كان عجبك نجم تخو منه. ظهر فيه باهي. قديش سومو؟ رخيص 10,000 بركة. وكان تحب اتو ننعت اسبوعي على البرفيموري اللي نخو من عنده. باهي اسبوعي اما لي 7,000. نعم نكملك 7,000. علاش مخذا راجل ملينا؟ ما هو باش يدللني. اسمع برا امشي رجع اسبوع الدهنه ذيه ونحبك شري لي واحد كيما نتاع دلندا داكوردو. باهي سعيدك دلندا لازم تورير عمير بتاعك هكاك باش ترسيلي ماشي جاي على عوانت النساء. انا ايه هكاك باش نرجع لك فاست الصباح مع عارفي. قال له كلمه رجال ما نعاودلوش على تخزيام موا. سالي هلا ميدو. ميدو شبيك جيت توا؟ مش مازال بكري على الرونديفو نتاعك؟ قلت نجي بكري باش نحكيو شويه ولا توحشتكم. ددو شقالك في البيلا ذايا باش يقتل بربيع؟ حلو برشا سوختو عليك انت. عيشك يا ددو انا حيك عليا. وانت بوتي عجبك؟ مش خايب ثم منه تاع رجال ثم منه لونيخ بغلاف الروز ديما ماست اللوكزة هذا. بربي سامحني انت فما منك متاع صغار نحب نهدي نونوغس لولد اختي. في بالكش اسناء لموذا الغوزة؟ ما في بالوش لبسناء بالعوام اللي قبلهم. قعد كوانسي لي زاني 60 هو. تدرى تعال نشوف. قل لي ددو انا خذيت العمي نتاعك من عند البرفيموري اللي حبيت بيتزارية متاع محطة المترو. يا غلبتك مغروم بالغوجة ليفة؟ نعم بابا هذاك اللي مازال مرتي هذاك مش لي انا يا عجبتشي. شبيه نغر؟ هذاك ينغر حتى من روحه. عاد يعيط عليا ولا نغفصه. سبعون شبيك متعدي كترينو؟ خليني وشيك مانيش ناقصك. يظهر لي فيك انت جيعان هذاك علاش الدنيا تشوف فيها ظلام قدامك. يا ودي انا جيعان لا عاد جيعان ماشي بدل الحمير بتاع زوز قاضي المركزيه بتاعو مزرح ويتحب على واحد سيدي مزرحة؟ عاد انا اخوك سبيسياليست في المزرح. شوف اسبوعي نقبل عليك هذايا تزيدني حويجك ونجيب لك واحد مزرح بتاع سيني. بالجد وجيك ماشي عاد انت خويا انت جيب لي الماركه واش يهمك من هنا للعشيه ندبر لك واحد. انا ما نعرفش بالدير ماركه مقمر وبرك ترى مش ندد ناخذ عند الماركه ونجيك. اما بالجد تدبر لي شنو ندبر لك؟ عندك الحق انت ما تعرفش عمك رابح فريش شوب. نجيك بوي سامحني انت خويا وعشيري نحب نقول لك حاجه. ميسيرش لاباس هي ما تتفجعش اما خاف من بعد تبدا تلوم عليا وتقول شبي صاحبي ما حكاليش. تتكلم عن وجهك بديت تحير فيا. استنى يتعدى الناس ناس استنى. اسبوعي فما راجل كبير اليوم وصل خطي فضيله للبلاص. امي؟ اي ويظهر لي يقري فيها. تحكي على امي؟ اي وقال لي هو غدوه باش يجي يهزها. فشيك راك تحكي على امي؟ مالا نحكي على موتور الباجي. قولي شبيه الموتور ما حبش يخدم؟ نعرف عليه يا اخي انا عساس على موتورك. اسمع انا مش عاود ندخلها الموتور الداخل وكانك عزيت نحط كردونه وهكاكا الزيز ما تبقعش. نعم سي باجي كردونه هالمنظر الاحرف تحب تدخلوا لي البلاص. شوف خويا تحب نعسلك على موتورك؟
تعطيني كريك؟ نعم نعطيك كريك. اي على خاطر قبيله كي ريت الصغار يبربشوا في الموتور والدراج حطوا في الريزرفوار بخلت باش نكلمهم، كان جيت تعطي فيا في كرايه راني مشيت لهم وما خليتهمش. هاو نبع عليك، لو كان تصير حاجه للموتور الا ما نعيط البوليسيه. اعمل اللي يظهر لك. باهي فوشيك، اما انت يا خويا يطلع منك يا سيد. سيد ما كتبش اللي قال، علمته الرمايه ولما اشتد ساعده ضربني وش كان. شنو تا اسبوعي؟ ماكش باش تقول لي شبيك رجعت وجهك مبدل ومن بكري وانت تخممه؟ شيء ضد شيء. بون درندا، انا ماشي نفطر. شهية طيبة دكتور. وانت بالامثل. سيدي دغوي. وي. حشويك بحاجة. لا 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 بارك الله فيك، خلي بعد الفطور، ما كانش توا اوب تطير عليا شهية الماكلة. حاجة عائلية جدا، وكذا جدا ومزمرة جدا جدا. بالله هكا ثلاثة مع بعضهم. أنت خاطر أنا وياك اللي حكاية فارغة، ها؟ باهي سيدي اشكي. نجمو نحكيو راس راس. باهي يعني مش الكوزينة. يا بنتي يقعد يقعد على روحك، جد عليك عنا أسرار عائلية. ما تعرفش أسبوعك يبدأ يزيد ويلفق. ما عندي ما نزيد وما عندي ما نلفق. باهي قرب خليني أحكي لك في وزنك. لا 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 أحكي بالعياط، ما عندنا ما نخبيه والحمد لله. بربي. باهي يا سيدي ما نسمع. أمك يا سيدي كل يوم قاعد يوصل فيها المعلمة نتاعها باب البلاص وشافوها في الحومة. شنو شنو؟ أمي أمي أنا؟ يشيع فيها راجل باب البلاص؟ كمل كمل احكي لي كمل. أما المرة هذه بتوشويش. هذيك هي الحكاية، واللي صب لي صب عندي في زيق، عمره ما كذب عليا كذبة. أمي. بون، أتو زيد ثبت في الحكاية وحدي. صار هذه هي الحكاية اللي مقلقتك؟ غايرة على ميمتك؟ مانيش غايرة عليها. خايف لي يعجبوا بعضهم وتمشي وتخليني وحدي. وحدك؟ وعزوزتك؟ خايف لي تخليني وحدي معاها. هاي بابا. يعيشك يا أمي. هاي زنوبتي. يعيشك يا فاضل. ايه زايد مع التاي بتاعك يا امي. ايوه زينوبه. اوه يا امي زينوبه ولا عندها زنس طيب هذيك تبارك الله عليها، وعندها تكنيك كيفاش تخرج لك من السباجيتي تمشي لك للفل ومن غدوه ترجع لك المقرونه تليفون. بارك الله عليها. طيب ليش كل يوم مقرونه؟ لا نقلق ولا نفد. هاي اختالي زينوبتي عاد شاقيه نهار كامل في القضيه وهي مش مستانسه. شنو يا مي فضيله؟ تشكر فيا ولا تزرق لي؟ وانا قلبي يعطيني نزرق لك انت الاولانيه. سليمان كيفاش الكلام نتاعها الغنيه هذا؟ ما نعرفهمش من الحكايه هذوما. انا ما نعرفهمش. هو شنو ما تعرفهمش؟ انا نعرفهم. انت ما تقول شيري حبيتك من اول مره اللي ريتك. قل لي سليمان يا اخي، ما لاحظتش اللي يومك تبدلت من اللي بديت في دروس تعليم الكبار؟ اي يظهر فيهم والموها الدروس، وخاصه اللي يعطي في الدروس. شكون شكون؟ ملح الوذنيك واسمع. اسبوعي نزيدك صحن اخر. لا لا اسبوعي لاباس. ما صفا صفا نحس في روحي معينيش الماكلة. ما تقوليش لتوا ما زلت ماخذ في خاطرك على سبوع الحمير اللي وصيتك عليه. لا والله لا، فوشك قال لي باش يدبرولك، قال لي زاد اللي اش قال لك؟ أمي عم تصعب. ها؟ يا غلبة ريت ما مش تولي كيما لدوشة. اسمع انا امي فضيله نعرفها مليح مليح، هذه ما تكون كان حكايه من اختراع فوشيكا. لا يا بنتي دي شافها بعيني. صاحب يستحيل. معلم تاعها يقري فيها في المحو المي. معلم يقري فيها؟ قديش عمره هذا؟
على السعدي راهو شايب كبه. ما نعرفش ما حسب فوجيك قال لك يا راجل متممك. مديم راجل باهي هذيك الفايده. وعلاش متقلق انت؟ خايف لي يعجبوا بعضهم وتاخذ وتمشي معاه. وعلاش ليه؟ كان عجبوا بعضهم اما خير ولا تكمل حياتها وحدها. وكانك خايف لا تقعد وحدك ما تخافش يا عزيزي انا معاك مدى الحياة. امي قاعدة عندي برشة تمرينات. ايه خمسة وخميس على امي هاي التلميذة النجيبة ولا بلاش. اما يظهر فيه المعلم تاعكم هذا لاهي بكم مليح. ها يظهر فيه ناس مليح. تحكي لي عليه شويه امي. يا اخي هو معلم بركه برك الله عليهم برشا وكان نشوف قداش موسعين بالهم معانا. اي به به قل لي امي اسبوعي ما كل عاده كل يوم يشيعك ويروح بيك. ساعات نروح وحدي وساعات مع اسبوعي. ما عندكش زملاء في الدراسه تروح معاهم؟ تحب الحق نكملوا الدرس كل حد يروح على رويحته. ما لا ما ثماش يا وليدي شبيك دخلت عليا بسؤالين؟ يا اخي خايف عليا من المروح وحدي يظهر لي مانيش اصغر من اماني وفاطمه. وقت برك الله يروحوا حيدتهم بصوت ربي. ليه فايده كي لاباس نمشي نخدم على روحي نشد برويا. ربي يعينك في دعاء ربي. يا سي فوشيكا يا سي فوشيكا بربي يخرج يخلي مفتوحه فرد المره. سي باجي تفضل خويا كان حاجتك بحاجه قل لي وفيسع بربي خاطر مش لاهي بيك لاهي بحبقتي. بربي هذا شو نسميوه؟ هذاك سي باجي اسمه دي في دي وبسو معكم. يعني وليت تكسر لي في الكوميرس نتاعك. سي باجي شو مدخلني انا في الكوميرس نتاعك؟ انت راجل تصلح تلافز تركب بارابولات تفاتشي ريسبتورات ونبيع سي ديات ونبيع دي في ديات. بربي سامحني سي باجي تبيع فيهم برخصه؟ لا هذوما ما يلزمهمش رخصه يا سيدي. هيك قلتها وحدك مال ما يلزمهمش رخصه. مالا وين المشكله؟ امان امان وليت تجبد عليا بالدم البارد. باهي هاني طالع خطك جنات وصلنا نتفاهم معها. سي باجي تحب تطلع الخرجانات اتفضل. باهي هاني طالع لها تو. اما نقول لك حاجه راهي ماهيش باش تسمعك على خاطرها داخله معايا في البيعه وعندها باي في المربوح. شنو نعم سي دخويا عيط لي. اقعد يا سي اسبوع يقعد. اسمع اسمعني وحل وذنيك بالقدا. امي تعود انت تشيحها للمكتب وانت اللي ترجعها تاكوردو؟ سي ما نجمش. شو ما تنجمش عليها سيدي؟ سي وقت خدمتي خدمتك توا هبطت عليك الضمير المهني. باهي يا سيد العامل المثالي ما يسالش اقعد افصع من الخدمه. اما لكن ساقك ساق في المشي وفي الجاي. بربي شو هذا سيدي خويا؟ مره توصيني باش نتبع اماني مره نتبع امي. شو هذا تحب تفصعني ساقي مره اخرى؟ تو سمعتش الكلام نقوم ونفصع لك كرايمك. قلت لك ساقك ساقها وما تغفلش عليها. بيت انا ما عندك يا رجال تبدا تدق عليها. يا زيد شتوا يا زياد ما تحلش. سيدي خويا باش نسالك بربي بربي علاش انا بزيدك نوصلها؟ انت وكل معلم تاعك قاعد يوصل بها. شو شو يا رب امان شكون تقول لك توا؟ مش قلت لك ساقك ساق وما تغفلش عليها؟
ولا تعرفش كيفاش؟ ما يسالش. شيعوها انتوما الزوز، انت والمعلم نتاعها. على خاطر لو كان يعدي معاك هو درج برك لما يقطع حوايجه، وكاكا يهج ونرتاحوا منه. زعما؟ شنو زعما؟ الله يعينك فوشيك. اهلا بوسيم. لاباس خويا؟ تعملش على خوكم زي؟ ان شاء الله خير. تطلع الكرزونه هذه الباجي، بقيت السلعه اللي كمنديها من عند عرفي. السيديات فارغين وشويه افلام جدد. بربي اختاني منه باجي، ما نحبش نعاود خرطوا عليا. حتى انا ما نحبش نطلع له باجي. اما عرفي بعثني بالسيف. تعرف كيفاش؟ هاتا ونطلبوا يهبط يطلعهم وحده. عز ما تعمل. عرفتك ما تكون كان انت تجيب له في السلعه. هاني شديتك بالكمشه والله ما نبصيك عند عرفك. هل من الفيلم تجيب له فيهم هذوما؟ ما اغزلهم سيدي. علي هكاك السلعه يا باشا. هكاك. الو شكون معايا؟ انا جبت لك بقيه سلعتك. شوف لي حل.